لبعض الأهالي بعمل حفلة للمتزوج في 7 يوم من زواجه، فهل ورد شيء في ذلك أم أنه بدعة؟ الوليمة بمناسبة الزواج سنة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، أما بقوله أنه قال للذي تزوج من أصحابه أو لمروجات، قال له بارك الله لك أو لمروجات، والنبي صلى الله عليه وسلم في تزوجاته كان يصنع الطعام ويدعو أصحابه، والوليمة مناسبة الزواج لا تكون على طريقة الإسراف والتبذير كما يفعل بعض الناس في عصرنا الحالي، فإن الإسراف والتبذير محرمان، قال تعالى ولا تبذروا تبذيرا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وإنما تكون في حدود المعقول وفي حدود المشروع، وليمة بقدر الحاضرين وتؤكل ولا يرمى بالطعام في المجازر كما يفعل بعض أصحاب البذخ والسرف، فالوليمة بمناسبة الزواج سنة في حدود المشروع، ولا ينبغي ترك الوليمة نهائيا كما يفعل بعض المخرطين، ولا ينبغي الإسراف في الوليمة كما يفعل كثير من المخرطين، وإنما الاعتدال في هذا الأمر. إذا كان من عادة الناس أن الوليمة تؤخر إلى يوم سابع فلا بأس، هذا حسب العادات، أما إذا كانت الوليمة على نفس الزواج في حينه فهذا هو الأصل، الأصل أنها تكون بمناسبة الزواج في حينه ووقته، وإن كان من عادة الناس أنهم يؤخرونها يومين أو 3 أو 7 فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا.